السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيصير كتير، هنعمل ايه بعد الكورونا؟ طيب، هو السؤال الأهم، هنعمل ايه أثناء الكورونا؟ هنعمل ايه أثناء الفترة اللي الشغل فيها واقف؟ هنعمل ايه في الفترة اللي احنا ما بنروحش فيها الشغل، أو الشغل اللي عدد ساعاته أقل، أو بنشتغل من البيت؟ أنا بالنسبة لي مكمل شغل، مفيش ولا ساعة حتى ولا حتى تقليل. طيب، بالنسبة للناس اللي هي واخدة أجازة أو تشتغل من البيت أو الشغل معاه خف أو واحد من الحاجات دي فرصة عظيمة جدا. بمعنى إيه؟ في فترات بتيجي الإنسان بيبقى شغله أقل، أو في مثلا مش لاقي شغل، أو الفترة دي لازم يستغلها، ما يحسش إنها عقاب أو إنها مشكلة أو إنها في مصيبة حصلت. لأ، ده دي فترة بيعيد فيها ترتيب الورق بتاعه. يعني في واحد كان بيقول من زمان جدا، يا أنا نفسي أغير الكارير بتاعي. طب ما دي فرصة، هي شهر أهوت تقدر تشوف الكارير الجديد اللي انت عايزه دوت، هتنفع تمشي فيه ولا لا، او ايه امكانيات ان انت تمشي فيه. على سبيل المثال، مثلا عايز تحول لموضوع البرمجه، من هندسه البرمجه، طب ما تبدا الشهر ده تركز فيه على موضوع البرمجه، اتعلم بايثون، اتعلم سي شارب، اسبوع فاضي فيه. يعني اعرف واحد مثلا، صديق ليا شخصي، مبرمج ما شاء الله، قوي جدا قوي جدا، وعنده شركه برمجه خاصه بيه، وناس مختلفه جدا، يعني اي حاجه بعوزها منه بيبرمجها ساعتها. الراجل ده كنت بسأله ايه سبب ان انت اتفقت في البرمجة، كان في كلية هندسة وتعرض لحادث ورجليه متجبسة وقعد في البيت فترة ومبراش كلية، بسبب كده سقط ومكملش هندسة، بس في الفترة دي اتعلم برمجة، في الشهر ده اتعلم برمجة وحب البرمجة وكمل بيت حادث في البرمجة وساب الهندسة خالص. تمام، يعني قصة كده قريبة من بيل جيتس والشخصيات العظيمة دي. هو استغل الفترة دي، استغل الفترة، الناس كلها تقول لك ده فترة المفروض بقى تقعد تتفرج على أفلام، أو فترة تنام فيها، أو نقعد نعمل أكل، أو نتخن، أو كامل، أو نتفرج على حاجة اسمها تيك توك، معرفش البرنامج ده بتاع إيه أصلا يعني، ولا سناب شات. بس هي الفكرة كلها دي منحة، على شكل منحة، محنة، هي منحة على شكل محنة. تمام، فهي ما تفتكرش إنها حاجة وحشة، لا، دي حاجة كويسة جدا ان انت ترتب اوراقك. ممكن مثلا تكون عايز تجرب هوايه مثلا زي هوايه الرسم، ممكن الضغوطات العصبيه وانت طول الوقت عصبي، لما تتعلم هوايه مثلا ايا كان، تلاقي الهوايه دي بتفرغ الهموم بتاعتك وبقيت اهدى. دي فرصه ان انت تقعد مع الاولاد وتعلمهم حاجه جديده، وتستفادوا مع بعض، وتتعرف عليهم، وتتفرجوا على كرتون مع بعض. الفتره دي فتره ممكن تغير حياتك تماما، ممكن تخليك مثلا ايه، لما انا بفكر شغل شغل حر مثلا فريلانسر، لما احاول اخد شغل من على النت، فتجرب، ممكن تلاقي الدخل اللي بيجيلك من المواقع زي الاب وورك او الفريلانسر مبالغ اكبر من المرتب بتاعك، وكده كده قاعد في البيت ومفيش شغل مواصلات، ويعني الموضوع هيبقى افضل بكتير. طب ليه ما نفكرش في حاجه زي كده، ان احنا نستغل الفتره ديت ونعتبرها هديه من ربنا في شكل كارثه او في شكل كذا، واحنا نحاول نستغلها للافضل. واحد كان في كتب كتير عايز يقراها، واحد عايز يحفظ قران، واحد عايز يحفظ شعر. نستغل الفتره دي ونبدأ نحاول نطور من نفسنا، نبدأ نشوف ايه الحاجة اللي ممكن نغير حياتنا فيها. ممكن نقعد مع بعض، طب انا سعيد في الشغل بتاعي، طب انا سعيد في حياتي، طب ايه الحاجة اللي ممكن تخليني سعيد، طب ليه ما اتفرجش على افلام وثائقية، اما اشوف الحاجات اللي كنت مخزنها، كتب مثلا او اي حاجة. ممكن ما تضغطش نفسك خالص، ممكن تقول انا هستغل الفترة دي مثلا ايه، اقعد استريح شوية، استرخي كده شوية، اقعد مثلا اشوف هواية مثلا بحبها، اطلع كده اشوف بالليل، اشوف الكواكب والحاجات ديت. ممكن تبقى فتره استرخاء ترجع اقوى بكتير وانشط من الاول. فيا ريت ما نستناش لحد ما الازمه تخلص، لا، اثناء الفتره دي استغلها. كل واحد في حياته مراحل، يعني في مرحله الجامعه، ما تقولش ان انا منتظر في مرحله الجامعه دي لما تخلص عشان اخش في مرحله الشغل. استفاد من مرحله الجامعه، واستفاد من مرحله الشغل، واستفاد من مرحله الطفوله، واستفاد من مرحله الشباب، واستفاد من مرحله الرجوله، كل المراحل بتاعتك عشها واستفاد منها واستمتع بيها، واربط كل احلامك بان انت ترضي ربنا، وان انت تكون سعيد في حياتك، وان انت تسعد اللي حواليك ان شاء الله.